السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ هانين صحيحه لاباس. نتمنى يا ربي يصيبكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم جيت معكم فيديو جديد اللي غنصاوب معكم واحد البسبوسه تجي على شكل كيكه وتجي خفيفه وزوينه. عندنا واحد جوج البيضات، عندنا واحد دانون واحد، وهذا الحكم ديال دانون هما اللي غديروا به واحد ديال السنيده، واحد ديال الزيت، وواحد ديال الفرص، وواحد ديال السميده، وعندنا واحد الفانيا، وعندنا جوج الخمارات. غنبدا معاكم على بركه الله، بسم الله على بركه الله. غنطرب معاكم هاد جوج البيضات، غنضيف هذاك الكاس ديال السنيده، تعبروا كاس ديال السنيده بهذا الكاس ديال دانون، نضيف هذيك البانكا، نضيف الزيت، نطربوا هاد البيض مزيان حتى مع السكر وسميتها. نضيف هذاك الحك ديال الياغورت، بالنسبه ديال الفاني ضيفته هنا، بالنسبه ديال الفاني غنسم انا بالقشور ديال الحامض، واحد المعلقه صغيره ديال القشور ديال الحامض، وانتوما غتنسمو باش ما بغيتو. غنعبر هاد السميده بهاد الحك ديال الياغوت، غندير واحد عامر ديال السميده، واحد عامر ديال الفورس، وغندير واحد جوج خمارات. ندير واحد القريصه ديال الملح، تيجي القوام ديالها على هذا الشكل، هذا بحال الكيكه. تيجي القوام على هذا الشكل، هذا راه تجي خفيفه. انا ندير المول ديالنا، ديروا المول اللي بغيتو. انا عندي هذا راه دهنته بالزبده ورشيته بالسميده، من بعد ما درنا الكيكه ديالنا في المول غندخلوها للفران، غنخليوها لمده 30 دقيقه وغنخرجوها وغنكملوا معكم التحضير. الكيكه ديالنا من بعد ما خرجت من الفران تجي على شكل هذا، تجي خفيفه على بسبوسه،
تجي خفيفه. الا بغيتي تبداو بالمقادير غتجيكم عاليه الفوق. انا درت غير نص ديال المقادير، ها انتي كتجي خفيفه بزاف. دابا غنخليوها على جنب حتى تبرد مزيان، وغندوزو باش نحضروا الصلصه اللي غنديروها فيها. عندنا كاس ديال السنيده الكراميل باش غندهنوه من الفوق باش غنزكنوه، كاس ديال السنيده، عندنا كاس ديال الماء غنديروه كراميل، غنضيفو هاديك الكاس ديال السنيده في المقلاة ديالنا بحال هكا، وغنديو فوق الفرن باش نردو كراميل. ملي غيولي كراميل غنضيفو عليه كاس ديال الماء دافي، وعندنا هنا معلقه ديال النشا ومعلقه ديال الزبده غنستعملوها حتى الاخر ديال الكراميل، وهاد الشوكولاط البيض غنستعملوه للتزيين. الكراميل ديالنا بدا تيوجد، ها حتى تكونوا ديروا على البوطه وتتخليوا السنيده بحال هكا حتى تذوب كامله عشان تضيفوا عليها داك الكاس ديال الماء دافي، وغنكملوا تحت هذه. تنقص البوطه على المهل ديالها حتى تكون هيله البوطه، صافي تنخليو يتشرب من بحال هكا حتى يولي كراميل. هاو بدا كامل لسائل، مبقاش هداك الثاني دابا عندنا. أو تنستعملو بحال هكا شي مغرفة ديال الهول أو تنحركو. غنضيف كاس ديال الما سخون، من بعد ما درنا داك الكاس ديال الما سخون هاكا دابا غادي يغلى معانا، غنتسناو عليه حتى يغلى ويذوب هاد السكر هذا. ما تخافوش منو، راه ملي تتكبوا داك الماء السكر عندكم تيتكعبر تيولي قاصح، ولكن غير بشويه بشويه حتى غيذوب كامل. نضيف هذيك المعلقه ديال النشا ولا المايزينا، غنضيفها على نص كاس ديال الماء. عندنا كنحتاجو حنايا كاس ونص كاس، هاد الكاس اللي درنا قبيله دافي وهذا بارد باش غنضيفو عليه ديك المعلقه ديال النشا. من بعد ما خلطنا ديك المعلقه ديال النشا غنضيفوها على الكراميل، صافي غنستمروا في التحريك حتى يعقد الخليط ديالنا. ملي تتعقد هاد لاصوص ديالنا بحال هكا صافي غنقول الكراميل، غنضيف عليه ديك المعلقه ديال الزبده هكادي، صافي غنستمر في التحريك حتى تذوب هذيك المعلقه ديال الزبده. هاد الكراميل هادي يمكن لكم تستعملوه في جميع الكيكات ديالكم، وهادي راه تيجي زوين الكراميل تيجي زوين. هذيك الصلصه ديالنا هاكا حضرت كنت تجي على الطريقه هادي، تجي زوينه. تحاولوا تبردوها شويه ما ديروها سخونه، صافي تتكبوها على البسبوسه هادي تسرحوها على الوجه كامل ديالها.
الكيكه ديالنا من بعد ما وجدات تجي على الشكل هذا، وكل واحد يزقنا بالطريقه اللي بغى. انا درت خطوط ديال الشوكولاط وزقنت على بحال الشكل النهائي ديال الكيكه كتجي. مهم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم كل جديد ديالي، ودعموني في القناه. والى اللقاء، الى حلقه قادمه ان شاء الله. هذا الشكل النهائي ديال الكيكه كتجي. مهم الى عجبكم هذا الفيديو ضغطوا على لايك وضغطوا على الزر الاحمر باش يوصلكم كل جديد ديالي.